أهلا بكم من جديد. أعلن مكتب رئيس الوزراء محمد السوداني تفاصيل إدارة الحكومة للزيارة الأربعينية، مشيرا إلى أن الزيارة هذا العام ستشهد رقما قياسيا بأعداد الزائرين يصل إلى 25 مليون زائر. وأوضح بيان للمكتب أن الحكومة شكلت لجنة دائمة للزيارة المليونية ككيان إداري مستدام، مهمتها إعداد الدراسات وتقديم المقترحات في خطوة غير مسبوقة وأخرى مؤقتة للزيارة الأربعينية، الأمنية منها برئاسة وزير الداخلية والخدمية منها برئاسة مكتب رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة شرعت بتنظيم وتهيئة متطلبات الزيارة بدءا من عقد الاتفاقية مع دول الجوار، وكذلك توفير المستلزمات من الخدمات والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، فضلا عن وضع خطة أمنية ونشر القوات العسكرية والأمنية لتأمين طرق الزائرين والمحافظات لا سيما في غرب كربلاء ونجف. كما اتخذ مكتب رئيس الوزراء من خلال اللجان المشكلة عددا من الإجراءات لإنجاح خطة الزيارة تضمنت تأمين وفتح عدد من الطرق للزائرين ونصب جسور عائمة وصيانة الطرق المؤدية من المنافذ إلى محافظة كربلاء. وأوضح بيان لمكتب السوداني أن الإجراءات تضمنت أيضا آلية نقل وتفويج الزائرين من وإلى كربلاء من خلال توفير عدد من الباصات والآليات من الجيش والحشد الشعبي وبقية المؤسسات الحكومية، مشيرا إلى استنفار الجهد الخدمي لتوفير كمية كبيرة من الماء والثلج للزائرين، وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات تضم كل الجهة المعنية الأمنية والخدمية والمحافظات والعتبات لمتابعة إدارة المشهد الخاص بالزيارة، فضلا عن نشر وزارة الصحة عيادة متنقلة وسيارة إسعاف على طول طرق الزائرين. هذا وأجرى رئيس الوزراء محمد السوداني زيارة إلى محافظة كربلاء المقدسة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أن زيارة السوداني تهدف للمتابعة والإشراف على الخطط الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية، وأشاد السوداني بالدور المتفاني الذي تؤديها القوات الأمنية بكل صنوفها وجميع دوائر الدولة بموظفيها ومنتسبيها، وجها بمتابعة الفقرات الخدمية والاستعداد للاحتياجات الطارئة في كل مفاصل مراسم الزيارة، وأكد أن الجهد الاستثنائي المبذول من قبل كل كوادر ومؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية قد جرى وضعه وتنسيقه ضمن خطة واضحة وضمن استعدادات استباقية واسعة، كما بيّن أن الدولة قد سخرت كل إمكاناتها من أجل تقديم الخدمة للمواطنين في كل مكان وفي كل الظروف.